يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت مسبوقا وعندما سلم الإمام قمت لإكمال الصلاة، فأتى أخ لم يصلي واتخذني إماما وكمل صلاته بعد سلامي. وقد ذكر فضيلتكم حفظكم الله بأن هذا خطأ في برنامج نور على الدرب بالأمس. هذا رأيي، نعم أنا أرى أنه ما يقتدي بمسبوق قام يقضي، لأن المسبوق مأموم، والمأموم لا يكون إماما إلا إذا استخلفه الإمام، إذا استخلفه الإمام تحول إلى إمام. أما أنه تحول من مأموم إلى إمام من غير استخلاف الإمام فهذا لا أعلم له دليلا، وإن كان بعض المشايخ أفتى بهذا، الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بجواز هذا، لكن هذا فيه نظر. نعم.